السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة على معمل آخر، بنحدد فيه تجربة لتحديد نوع قوام التربة اللي هو السويل تكتشر. خلاص، الحقيقة فيه طرق كثيرة لتحديد قوام التربة، سواء باستخدام طريقة الجار أو الزجاجة مع الحاسبة الآلية، وده موقع على الويب سايت، أو يدويا باستخدام مثلث قوام التربة، او باستخدام المعمل الافتراضي. في التجربه دي وفي الفيديو ده هنشوف الثلاثه ان شاء الله، وهنستمتع مع بعض جدا بهذه التجارب. بس يجب ان احنا يبقى جنبنا ورقه وقلم، خلاص، عشان لو عايزين نطبق حاجه او نعمل حسبه او ايه او ما شابه. طيب نشوف مع بعض كده ان شاء الله يعني ايه سويل تكشر وازاي بنقيسه وايه اهميته اساسا. بنيجي التربه، الحقيقه مهم جدا ان احنا نعرف قوام التربة، قوام التربة ملمسها وهي بتبقى، وده متوقف على ايه؟ ايه أهمية قوام التربة؟ لو جينا بصينا كده ان التربة أساسا الثلاث مكونات الرئيسية اللي هو الكلي والساند والسيلت، اللي هو الرمل والطمي والطين، ويقدروا يتجمعوا مع بعض عشان يعملوا اللوم. خلاص؟ حاجة كده في النص ما بين الثلاثة دول. طيب، هو لو أنا خدت نسبة متساوية من الثلاثة هيطلع لي هنا نسب متساوية، يبقى إذا النسب بتاعة التركيبات الثلاثة هي اللي هتفرق معانا؟ طيب انا مش هخش في تفصيلات نظري، احنا بنشتغل عملي بس في التجربه دي. ليه؟ بصوا كده معايا، علماء البيئه قسموا السويل تكتشر كلاسيفيكيشن بتاعها الى اللي احنا شايفينه قدامنا دول. الثلاثه الرئيسيين اهو بالشكل ده، لو كانت اللي هو الكلي، خلاص، ونقف مع بعض كده لحظه عشان نشوف المثلث بتاعنا ده، مثلث قوام التربه اللي احنا اشتغلناه في التجارب السابقه. زي ما احنا شايفين بيبقى عندنا الكلي او الطين، وفي عندنا السلت او الطمي، وفي عندنا الرمل الساند. خلاص، النسب بتاعتهم هي اللي بتحدد لي انواع التربه المختلفه زي ما احنا شايفين كده. فاما بيبقى عندي كلي بس اللي هو طين فقط، او رمل بس زي ما احنا شايفين تحت، او طمي بس بالشكل ده كده. طب لو جينا ابتدينا ناخد بقى نسب، لو خدنا السلت هنا وتروحنا كده شويه هنبص نلاقي ايه، يبقى دخل معاه حاجه تانية، بقى الطمي دقيق، يبقى في مركبات تانية من الاثنين التانيين جايين معاه، بقى ليها نوع تاني، او سيلت كلي لوم، واخده ان ثلاثه من النسب التلاته طمي طيني دقيق، يعني حاجه دقيقه خالص، او طمي طيني، او طمي بس، او طمي رملي، وهكذا. يبقى ده المثلث اللي احنا كنا شفناه قبل كده، لو حد عايز يعمل سكرين شوت للشاشه عشان ده هيبقى قدامنا. طب نرجع للمحتوى بتاعنا تاني. هنا بيقول لي ايه؟ امتى اقول انها تبقى كلي بس؟ اذا كان نسبه الرمل بتتراوح من 0 لغايه 45%، واحنا هنا بنتكلم على النسبه مش مل مش جرامات، لا نسبه، ها؟ والسلت من 0 ل 40، والكلي من 40 ل 100. هو طبعا لازم طالما نسبه المجموع بتاعهم بيبقى 100، طبعا لو كانت كلي بس يعني كده ممكن تبقى الاثنين دول 0. طب تبقى اقل من 100 لو كانت مثلا ايه؟ لو هنا 40 يبقى ممكن هنا 20، هنا ممكن 20، هنا ممكن 25، هنا 15، المهم التوتال بتاعهم 100. السلت اهي السلت اللي هنا، يعني دايما هنلاقي الكلي دي امتى بيبقى ما فيها ال 100؟ لو كانت كلي 100%، لو كانت اقل من 100% يبقى معاها حاجات من الاثنين دول. طب السلت ال 100% بتاعتها فين؟ اهي هنا، تمام، وممكن يكون معاها حاجات من هنا وحاجات من هنا، بس هنا طبعا بتتراوح من 80 ل 100. طب الساند ال 100 بتاعتها هنا اهي. لو انا جيت عملت كده عشان تبقى انت بس واخد بالك معايا حضرتك، ال 100% بتاعه الكلي هنا اهي، دي الكلي. السلت بالشكل ده كده، ممكن نغير اللون نحطه اي حاجه تانية، اهو بالشكل ال 100% بتاعتها فين؟ اهي. طب نيجي بقى للساند اهو بالمنظر ده، نغير اللون خليه اي حاجه تانية بقى، اخضر ولا اي حاجه اهو، ها، وادي ال 100% بتاعتها هنا بالشكل ده كده. لكن اي واحده منهم بتبقى واخده معاها حاجات تانية نسب من كده. طيب بنيجي بقى، طيب اذا كانت لومي ساند هنلاقي نسبه الساند اللي هي في الاول دي زادت شويه بالشكل ده كده عن النسبتين التانيين. طب لو كانت ساندي لومي هتبقى بالشكل ده. طب لو كانت ساندي الى اخره، كل واحده نوع من انواع التربه ادي النسب بتاعتها اللي موجود. ده الجدول اللي موجود معانا اهو، هسيبه على الشاشه لو حب حد ياخد سكرين شوت. هشيل العلامات اللي انا حطيتها اهو عشان يبقى الجدول زي ما هو. نيجي بعد كده هنلاقي بيقول لي ايه؟ بيقول لي الجدول ده حتى هنا بيتكلم على الافيلابل ووتر كاباسيتي. هنا نيجي لاهميه ان احنا نعرف قوام التربه، انا مش هخش في تفاصيل نظري خلي بالكم، ليها علاقه
بقدرتها على الاحتفاظ بالمية. تمام؟ طيب، وهنا بيقول لي مميزاتها ان النبات يقدر ينمو فيها، في نباتات ما تقدرش، في احتفاظ بالمية الى اخره، بيقارن ما بين نوعين من انواع التربة وهكذا. نيجي هنا بيتكلم على صفات، بيتكلم على الفيزيكال بروبرتس او الخصائص الفيزيائية خلاص لانواع التربة المختلفة، فبيقارن ما بين الساند والكلي واللوم. التكشر بتاعها هيكون هنا مثلا يقول لك ايه لارج بارتكلز، البارتكلز او الجزيئات اكبر حجما، هنا اصغر، هنا ميديوم. خلاص الكابيلتي بتاعها اللي هي المسافات ما بين البارتكلز، هنا بتكون شكلها رفيعه ولا كتيره، ونفس الكلام هنا. خلاص الاحتفاظ بالميه، البروزيتي او البرميابيلتي، قدرتها على نفاذ الميه، الاير كونتنت ومحتوى الهواء الى اخر. هنيجي بقى عايزين نشوف التجربه بتاعتنا هنعمل فيها ايه. التجربه باختصار شديد هنعمل ايه، هنجيب زجاجه زي الزجاجه اللي على اليسار دي، اهي ازازه بس ليها شروط، انها تكون معتدلة الجوانب ومعتدلة من تحت مستوية، ما تبقاش مثلا مقعرة محدبة، ما يبقاش فيها جزء متخصر وجزء تخين وجزء رفيع، لا انا حاول قدر الامكان. او سلندر بتتعمل طبعا في المعمل، هنشتغل بالسلندر لكن عشان بتبقى مدرج كمان فيسهل علينا القياس وده الافضل. طب احنا عايزين نعمل تجربة بالامكانيات المتاحة، يبقى بناخد الجار او الزجاجة اللي قدام، لكن الافضل لو في سلندر موجود معانا. طيب زي ايه؟ هنشوف دلوقتي بالشكل اللي احنا شايفينه كده. فممكن تكون في سلندر بالمنظر ده كده او بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنا قربنا شوية عشان نشوف الطبقات المختلفة زي ما هنعرف ازاي عشان نقيس المسافات او الاطوال. ادي شكل اخر وهكذا، اهي بالمنظر ده كده عشان ابتدي اقيس. هنا طبعا هنا موجود الساند لغاية هنا، دي السلت، دي كلي، دي المية، ودي الهيومس او المواد العضوية اللي بتبقى موجودة هنا، وبنقيس بمسطرة زي كده. يبقى دي الاشكال المختلفة اللي احنا بنعمل بيها التجربة. طيب اهو بالمنظر ده، ده اللي تهمين الصورة دي كده. بنعمل ايه؟ الطالب بيجيب من سواء الحديقة او مزرعة، بس بلاش مزرعة، يعني يفضل مكان يكون طبيعي افضل عشان ما يكونش تحط تربة صناعية مترتبة بطريقة معينة يعني. المهم بيجي عند اي نبات من النباتات وابتدي هو عايز يشوف نوع التربة جنب الجذر، طبعا مش شرط يكون نبات موجود، لكن المهم ان هو بيبقى نازل على عمق مثلا 20 سم 25 سم في الحدود دي كده، ما ياخدش التربه اللي على السطح، ويبتدي ياخد كميه معينه، ممكن ياخد من اكتر من مكان وبيخلطهم لو هو عايز، ويبتدي يعمل التجربه زي ما احنا هنعمل، او ياخد كل مكان لحاله لو عايز يقارن ما بين اجزاء مختلفه من الارض بتاعته يعني. بنيجي بنجي حاطين تقريبا نص الكمية، بنحط بحيث التربة تبقى موجودة في نص الجار او في نص الزجاجة او السلندر ايا كان، ونكملها بمية ونبتدي نرج نعمل شيكينج، هز كده هز 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 كده لمدة 3 4 5 دقايق كده عشان نخلط المية كلها بالاجزاء اللي جوه، ولو في مواد صلبة كبيرة ولا حاجة نقدر نفكها من بعضها يعني. وبعدين نحط الزجاجة دي او السلندر اللي احنا هنشتغل بيه اهو ايا كان شكله كده، نسيبه اوفر نايت او بنغطيه بالشكل ده عشان ما يبقاش فيه هواء او حاجة، ونسيبه طول الليل لتاني يوم ممكن تبقى 24 ساعة لغاية لما الاقيه ابتدى يتفصلوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. لو جيت قربت هلاقي واضح ان هنا في رملة، في طبقة تانية، ادي الطبقة التالتة، ادي وهكذا، هنلاقيهم موجودين عبارة عن طبقة. طبعا الاختلاف ما بين الاثنين سلندر اللي هنا او اسطوانتين اللي هنا، المية هنا كم نوع التربة اللي موجود، يبقى اقدر اقارن بسهولة اهو بالشكل ده كده. طيب وبعدين بعد ما بسيب الفترة دي كده ببتدي اقوم جاي عامل ايه بقى؟ ابتدي اشوف الارتفاعات اللي عندي. اولا هلاقي المية موجودة هنا زي ما موجودة المية بالشكل ده كده، باخد الطول الكلي بتاع المواد ارتفاع المواد الصلبة اللي هو من اول هنا لغاية تحت، الارتفاع ده خلاص بيبقى بالسنتي او بالملي ايا كان، هناخدها بالملي. طيب واجي بعد كده اخد الارتفاع بتاع الساند والجزء بتاع السلت والجزء بتاع الكلي، تمام؟ يبقى عندي ثلاث قراءات، وعندي دي الرابعه، ده المجموع بتاعهم كله، وابتدي اعمل ايه؟ النسبه المئويه، يعني ايه؟ اقسم الطول ده بتاع الرمله على الطول الكلي واضرب في 100، يبقى اعطاني نسبه الرمل في التربه اللي انا استخدمتها. نفس الكلام بالنسبه للسلت والكلي، نفس الكلام. طب هما ليه انفصلوا اساسا؟ بناء على الحجم زي ما احنا قلنا في الجدول اللي كان سابق ده، الحجم بتاع البارتكلز جزيئاتهم بتختلف، الحاجات الكبيره الثقيله هتبقى تحت اللي هي الرمل، وبعدين السيلت الطامي، وبعدين الكلي الطين فوق، وادي الميه فوق، الاقي ممكن بعض الهيومس او المواد العضويه على السطح فوق بتكون خفيفه بالشكل ده كده اهي على اليسار. طبعا اللي على اليمين دي رسمه، اللي على اليسار دي التجربه الفعليه. يبقى انا كده هيبقى عندي كام قرايه في الاول؟ اربعه.
خدت الطول كله بتاع المواد الصلبه من اولها لاخرها، وبعدين خدت الثلاث طبقات بتوعي. طب ممكن الاقي طبقتين بس، الاقي التربه ما فيهاش سلت خالص او ما فيهاش كلي، ايا كان يعني. المهم باخد القراءات بتاعتي، وكل قرايه اقسمها الارتفاع ده على ارتفاع كلي واضرب في 100، فهتطلع لي ايه؟ ثلاث نسب. هنعمل بيهم ايه؟ هنشوف حالا. يبقى انا كده قدرت ايه؟ احصل على ثلاث نسب. ادي الاشكال المختلفه للتجربه بتاعتنا زي ما احنا قلنا بالمنظر ده كده اهو اهو. في فيديو هيكون الرابط بتاعه الفيديو لنفس الموقع ده للتجربة دي هنا اهو هنشوفه، هحط الرابط بتاعه تحت توصيف الفيديو. وده الشكل، دي الخطوات بتاعتنا، ما تهمنيش دلوقتي خلاص. الموقع اللي احنا هنروحه دلوقتي بقى بيعمل ايه؟ اهو ادي الارتفاع المواد الصلبة اللي هي التوتال الكلي اللي هو كلهم على بعض، بحطه هنا واحط اي قرايتين. احنا بناخد الكلي وبناخد السند، سيبنا السلت حطيناهم، هو اوريدي بنجي حاسب لي النسبه الثالثه ليه؟ اهو حسبها لي. لان بنتوقع ازاي هو المجموع بتاعهم كله 75، طب دي 10 ودي 50 يبقى 60، يبقى الباقي كام من ال 75؟ 15. ما هو مجموع الثلاثه الطول والطول بتاعهم كلهم الثلاثه اهو، الصوره اللي احنا لسه شارحينها دلوقتي اهي. الجار اللي موجوده عندنا فين 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 الجار اهو اهو. الارتفاع ده كله يساوي ارتفاع التلاتة دول، فلو انا عارف اتنين خلاص هطرحهم من المجموع هيديني ايه؟ التالت على طول. طب تعالى هنا نعمل ايه بعد كده اهو. الحاسبة بقى الالية هنا لغاية لما اخد الدول الاطوال دي هو هيحسب لي النسب بتاعتها. يعني مجرد ان ادخل الارقام هنا هي هتتحسب بصورة الية. لغاية كده انا كده الجزء ده اهو، انا لما اوصل لغاية دي كده هيبقى قدامي اختيارين. يا اما اروح للموقع، انا لسه انا مش موجود في دي، اتحسبت لوحدها في الموقع، او بحسبها يدوي. يعني اقسم ال 10 على 75%، 50 على 75%، 15 على 75%، هتطلع لي النسب دي. بعد ما احصل على النسب دي انا موجود في الموقع الويب سايت اللي هنروحه دلوقتي، هو حسب لي الدنيا كلها مش بس كده، وراح على المثلث اللي موجود في الموقع وقام جاي قايل لي اهو ادي ال 13% وادي ال 67 وادي ال 20 اللي هم الثلاث قراءات دول اهو، 13 20 67 اتقابلوا في النقطه دي كده. باجي من ال 13 وامشي بالعرض كده تماما، وبعدين اجي هنا اقوم جاي رايح الناحيه دي بيتقابلوا ممكن بنقطتين بس، بس بتاكد ان الاقي النقطه الثالثه بتتقابل معاهم. يبقى نوع التربه اللي عندي ساندي لوم اهو اللي هو ده. ده على الموقع هو عملها لي هو لوحده، انا ما عملتش حاجه، انا مجرد بس دخلت القراءات دي. طب لو انا عايز اشتغل يدوي بقوم جاي بقى رايح واخد اليدوي بعمل ايه؟ اقيس الاطوال وبعدين اقسم ال 10 على 75 وقوم جاي مطلع النسبه، 50 على 75 واطلع النسبه، ال 15 على 75 واطلع النسبه، اخد النسب دول واروح انا بقى على المثلث ده زي ما عملنا في التجارب ايه؟ اللي سبق. اروح على المثلث ده احنا زي عرفنا نستخدمه، المثلث في منتهى البساطه وبسيط جدا. باجي اروح فين؟ على ال 13 اهي، اشوف ال 13 فين واقوم جاي واخد خط بالعرض كده. ال 67 فين؟ ادي ال 70 وادي ال 60، ال 67 هنا تقريبا. طبعا من كل نقطة رايح يمين ورايح يسار، أنا رايح ناحية اليسار ناحية مين؟ الكلي الطين، بقوم جاي رايح هنا، اتقابلوا في النقطة دي، خلاص انتهينا. طيب أتأكد إن أنا مشيت كده صح، عرفت منين؟ لما أجي عند النقطة الثالثة ال 20 النسبة الثالثة وأنزل تتقابل في نقطة. طب لو أنا جيت من عند 67 ورحت يمين الناحية دي هلاقي ال 20 مش هتتقابل معاهم، يبقى أنا مشيت غلط، يبقى أروح الناحية دي. يبقى كده هتتحسب يا اما بصوره اليه خلاص وتطلع لي النسب بتاعتي اهو. ده الجدول بتاعي اللي انا بشتغل بيه. قلت لكم لو حد عايز يصور الشاشه اهو، ادي الشكل بالمنظر ده كده اهو. ادي ال 13 هنا وامشي بالعرض، وادي ال 67 وهمشي هنا، هيتقابلوا في الساندي لومي اللي هو الطمي الرملي، طمي رملي بالشكل ده. واتاكد ان ال 20 لما اجي انزل لهم كده هيتقابلوا في نفس ايه؟ في نفس النقطه. يبقى ده المثلث اللي احنا ايه بنشتغل بيه. طب تعالوا نروح مع بعض بقى على الموقع نشوف الدنيا ماشيه ازاي. يلا بينا يلا بينا. ادي الويب سايت اهو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الحاسبه الاليه، لسه ما فيش اي علامات ولا اي تحديد للتربه. باجي احط القراءات بتاعتي، هنقول زي القراءات اللي احنا حاطينها. ادي ال 75 وحطيت هنا، بص عمل ايه اهو، 75 اهو، وقوم جاي حاطط هنا 10 يبقى الباقي كذا، وقوم جاي حاطط هنا مثلا كانت كام احنا مش فاكر، 50 نقول 50 اهو، يبقى اذا السيلت 15 وعمل لي النسبه بتاعتي وقام جاي رايح محدد لي التربه بالشكل ده. يبقى الويب سايت ده في اسمها الحاسبه الاليه اللي بتحسب قوام التربه بصوره اليه من المثلث. احنا ممكن نحسبه بصوره يدويه زي ما احنا عملنا من شويه، ودي الطريقه ايه؟ الاليه. احط اي ارقام بتكمل لي كده. ادي المعمل الافتراضي بالشكل ده كده.
study of physical properties of soil. انا هنا باخد التكتشر، عندي السلندر زي ما احنا قلنا الاسطوانه اهي المدرجه، وعندي التربه، تمام. ابتدي اعمل ايه؟ انا خدت التربه هنا اهي ونزلت كميه التربه اللي انا حطيتها للنص تقريبا، وبعدين خدت الميه وابتديت ايه اكمل لغايه لما غطيت التربه بالشكل ده، وممكن ازود شويه كمان. خلاص بعد كده اهو ابتدي يتهز الجار او الحاجه اللي انا بستخدمها واسيبها بقى اوفر نايت، يعني اسيبها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بصوا ايه اللي بيحصل، ابتدت الطبقات تنفصل بالشكل ده كده اهو، عطاني 29% كلي اللي في النص تحت الساند، وفينا الساند اللي هي تحت دي اهي، خلاص اهي اللي تحت واللي فوقيها السلت، وادي هنا. طب الارقام دي لو انا دخلتها في الاله الحاسبه هيبتدي هو يوم جاي يحاسبها لي بقى. طب دول بروح بعد كده اروح اعمل ايه؟ اروح للمثلث بتاعي احط القراءات هنا بتاعتي، خلاص احط القراءات بتاعتي. طبعا اروح بقى للمثلث اللي احنا مثلث قوام التربه، تمام، وابتدي احط فيه ايه القراءات، مثلث قوام التربه اللي هو ده. طب انا القراءات بتاعتي كانت كام؟ 34 ساند. نحفظ بقى 34 و29، 34 ساند، فين ال 30 اهي؟ خلاص طيب اهو هنعمل معاكم الدنيا ماشيه ازاي اهو. طيب هنا دي 30، 35 هنا تقريبا، فتقريبا هتكون ايه من نقطه اللي هي ايه تقريبا هنا اهو، يعني طبعا شغالين بالتقريب. القراءه الثانيه كانت 29 اللي هي الكلي، مش كده؟ ادي ال 30 يعني هتبقى ايه اهو هنا تقريبا بالشكل ده كده، يعني اقدر من تحتها بسنه صغيره كده واعمل الخط بتاعي بالشكل ده كده، ادي الكلي. طب والسند اجي من هنا واقوم جاي رايح، لا لازم اكون موازي للخطوط دي، انا قلت من هنا اهو اجي موازي للخط بالشكل ده كده اهي. طب القرايه الثالثه كانت كام؟ تعالوا نفتكر كده مع بعض. 37، فين ال 30 هنا؟ اهي ال 30 فوق 37 هتبقى هنا كده اهوت شويه بعد كده، واقوم جاي نازل اهي اتقابلوا مع بعض في نقطه، فبقت التربه اللي عندي طمي ايه؟ طيني بالشكل ده كده. كده يبقى احنا خدنا التجربه بتاعتنا اهو زي ما مكتوب في العنوان فوق خالص اهو، خدنا التجربه بتاعت تحديد قوام التربه، عملناها بطريقه الجار او الاسطوانه او الزجاجه بالحاسبه، وبعدين بالحاسبه الاليه، وبعدين يدويا بالمثلث، وباستخدام المعمل الافتراضي. ان كنت احسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل في عملنا رياء أو سمعة، وإلى أن نلتقي. طبعا بفكركم بس الأول إن في طرق أخرى إن شاء الله هتبقى في فيديوهات أخرى، خلاص، والخلفية النظرية إحنا ما بنخشش فيها في العمل، إحنا دي في المحاضرة بقى، تمام. بالتوفيق إن شاء الله، ونسألكم الدعاء بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأترككم في رعاية الله وأمانه.